إذن الزليج هو فن رفيع وقيم ظهر بالمغرب الأوسط وهو قديم العهد، نجده هنا بمدينة لمسان في مئدنتين، في جوسق مئدنة أكادير ومئدنة الجامع الكبير التي تعود للقرن الثالث عشر، وهي من أقدم النماذج للزليج هنا بتلمسان. وبالنسبة للزليج نجد القشاني في المشرق والزليج هنا في تلمسان، وعنده عدة تسميات. بار اكزومبل البلاطات الفسيفسائية ولا القراطي ولا الزليج. الزليج كذلك الخاصية الفريدة هنا في تلمسان أنهم يستعملوا الرفيع الراشق، كما قولوا احنا هنا في تلمسان في الدأ، يخدموا كل شيء في الدأ. دونك هذا هو الخاصية التي تميزنا عن مناطق أخرى سواء في الغرب ولا في الشرق. إذن الزليج عرف في المساجد، في القصور، في المنازل التلمسانية، وهو قديم العهد حقيقة. ونجده كذلك في الأندلس، في قصر الحمراء، في القصور، في المنازل الأندلسية، وهو شبيه نوعا ما بالزليج التلمساني أو الزليج الجزائري. طازج، حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.